عود نفسك على النهوض بعد السقوط، تجاوز كل عقبة تعيق تقدمك نحو أحلامك، تخطى حطام الخيبات وانفض غبار الحسرة، لقد وجدت فقط لتنتصر. إن وقعت إرادتك فاحملها وتحمل الألم، احذف الفشل من قائمة اختياراتك، وقف على قدميك من جديد. العائدون من الموت لم يغيروا أقدامهم وأجسادهم، بل غيروا أفكارهم. كوت ديفوار أبطالاً لإفريقيا بسيناريو هيتشكوكي، تتويج يروي قصة ملهمة تحول فيها الأفيال من جثث هامدة ملقاة على الساحل إلى أبطال مرصعين بذهب الماما أفريكا عن جدارة. فليست البدايات دوماً كالنهايات. بعد بداية متعثرة في دور المجموعات أدخلتهم حسابات معقدة بعدما جعلتهم رباعية غينيا الاستوائية في خانة المغادرين، فوز المغرب أمام زامبيا كان الترياق الذي أعاد أصحاب الأرض إلى المنافسة من جديد. الإيفواريون وبعد العودة من تحت الركام دمروا آمال حامل لقب السنغال في دور 16، ثم جاء الدور على منتخب مالي بعد الوقت الإضافي. فيلو كوت ديفوار استنشق خرطومه رائحة ذهب النهايات، فدهس الفهود الكونغولية في المربع الذهبي قبل أن ينقض على نسور نيجيريا في المشهد الختامي للعرس الإفريقي. حكاية كان فيها أمرس فاي مساعد المدرب المقال بعد دور المجموعات البطل القومي الذي ستخلده مجلدات الكرة العالمية وليس الإفريقية فحسب. فوفانا رئة الإيفواريين وهالر الذي عاد من الموت مرتين ليسجل هدف اللقب في النهائي، كيسي الذي حمل على عاتقه مهمة العودة بعد كل نكسة، فريق التحم وحول الألم إلى أمل، منتخب وجمهور أكد بالملموس أن السقوط وارد، وأما النهوض فواجب لا مجال فيه للتراجع، خصوصا عندما يتعلق الأمر براية الوطن.